مرحبا، شلونكم يا أجمل العائلة؟ شخباركم؟ إن شاء الله بصحة وخير وعافية، ربي يحفظكم ويستر عليكم. شلونكم على هاي الحار؟ شلون هالكهربايمكم؟ وهنا أنا حبيت أشارككم الغداء مالتنا اليوم البسيط. راح أسوي تبسي بيتنجان، حضرت البيتنجان قشرته والفلفل والبصل والثوم والطماطة، غسلت التم من كل الزين ونقعته. وهنا أنا صراحة عبدي شو اسمه احمس بهذه المواد واسوي تبسه باذنجان. طبعا الباذنجان عندي واثنين، يعني واحده صغيره وواحده زينه كبيره، لان احنا ما ناكل هالقد، فقلت اسوي شيء يعني قليل على مود لا يبقى هاي، اذا يعني اكله كله هو هاي الكميه سو راح يبقى منها، ناكلهم مو هالقد. وانا راح ابدي هسه اسوي بالغدا، لان سالفه الغدا حيره شنو اسوي شنو اسوي. عاد عندي باذنجان، قلت خل اقوم اسوي تبسي باذنجان احسن اخلص من فقره الغداء، يعني هو سهل بسرعه يصير. هنا حطيت عندي الطاوله هسه على النار، وراح احط شويه زيت على مود ابدي احمس بالبصل والفلفل. حطيت الفلفل والبصل جاي يحمسون، حطيت الجزر. هنا راح اسوي التمن، حطيت فيه مي يعني وملح، انتظر لحد ما يفور واسوي التمن احطه يعني. وهنا انتظر هم يحمس احط فوقه الطماطم والثوم. هنا هسه حطيت الطماطم وحطيت الثوم واريدهم هم يحمسون سوا ويا البصل والفلفل. صار المي حطيت عندي التمن، وهنا حمست عندي المواد، بس راح احط لهم شويه معجون. وهنا عندي هذه الصلصه الجاهزه اللي سويت فيها البيتزا، طبعا كلش طيبه، جربتها قبل كم يوم، سويت من حمد تبسي باذنجان وحطيت لهم صلصه جاهزه اللي هي من الدبس الرمان والمعجون والكاتشب وصلصه البيتزا شويه حطيت لهم شو اسمه بالتبسي باذنجان، صار طعمه يجنن. وش راح اسوي؟ راح احط منهم، راح احط هنا وراح اسوي شويه بالبلندر، راح شويه شو اسمه اسوي ناعم، لان احنا الجهال طبخهم يوخرون الفلفل يوخرون الطماطم وهذا الشيء، فقلت اريد اجرب اهرسه على مود ما تبين هاي الاشياء، وبعدين اقلل الباذنجان وادفه فوقه. وشوف على هذه الطريقه يربوها كلش طيبه. هنا ضفت المعجون وضفت الصلصة، وهنا هسه مثل ما قلت لكم راح اسويها بالبلندر على مود تصير عندي ناعمة. وشو اسمه اسويها يعني اني طفيت عنهم النار، اخلطهم شوية وبعدين افتح عليهم النار واقلب الباذنجان يعني واذبه فوقاهم، احمسهم حمسة قليلة يعني. بعد ما هرست عندي المواد حطيت الطاوة مال تقلاه وبزلت التمن، عندي بس هسه راح احمد دهن واحطه على مود اخليه يتهدر وابلش تقلاء الباذنجان. خلصت تقلاء الباذنجان، راح اخذ مي حار من هنا على مود احطه فوقه بسرعه يفور، حطه فوق الباذنجان ما نقدر نخلي له مي. حطيت له طبعا انا الملح شويه، راح احركه على مود يتجانس شويه ويا المعجون ويا الصلصه الحمراء ويفور. ان شاء الله خليه يكمل يجهز واشوفكم النتيجه مالته. انا صار عندي على الطباخ، راح احطه سوين بالفرن، طعمه كلش يصير طيب من تحطوه بالفرن. ما جهز عندنا الغداء، صار التبسي بهذا الشكل حمص من فوق كلش طيب يصير طعمه بالفرن. سويت وياه زلاطة خشنة والتمن وخير ونعمة من رب العالمين. طبعا طريقة هذا التبسي باذنجان كلش طيب يصير. اصلا حطيت الماعين عندي بسنجر تغسلين، وهذا التبسي اللي بقى ما قلت لكم من البداية قد ما اسوي له ربع باذنجان او نص باذنجان يبقى عندي من الاكل، لان اكلهم كلش قليل. هسه راح اطبخ شي صغير على مود اغسل المواعين.
خلصت، لموا عيني مساحة الكاونتر لهنا، راح انهو ياكم الفيديو مع الف سلامة.